احنا دلوقتي معانا شاهدة عيان على هذه الجريمة المتكاملة، وخلنا نكرر لحضراتكم تاني على هذه الجريمة المتكاملة اللي انفرد جريدة الوطن بتفجيرها او بكشكشف عنها في اول حوار مع ارملة الاعلام وائل ابراشي بعد تشييع جثمانه مباشرة. وطبعا كانت القضية اللي تحولت لقضية رأي عام، وبعدين حصل هجوم كبير جدا ضد جريدة الوطن ان هذا الاشياء لم تحدث وانها الاطباء ليس لهم اي ذنب. الحقيقة مش كل الاطباء ليهم اي ذنب في هذه الجريمة، لكن في طبيب اتهم او في طبيب ضده اتهام لازم يخضع الى التحقيق. الحقيقة ان احنا في جريدة الوطن شاورنا على هذه المشكلة وهذه الازمة، قلنا في مشكلة هنا، في ازمة هنا. بالفعل نقابة الاطباء بدأت اليوم التحقيق مع او الاستماع او جلسة الاستماع مع الطبيب المتهم بوفاة الأستاذ وائل الأبراشي، وهو طبيب شهير جدا وله مراكز في عدد من المحافظات. النهاردة محامي الأستاذ وائل الأبراشي اللي تم توكيله من حوالي 3 ساعات تقريبا تقدم ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام، بيتهم فيه الطبيب بالاسم، ومش هقول اسمه للمرة التانية، بيتهم الطبيب شين بأنه تم اغتيال الأستاذ وائل الأبراشي على يده أو تم قتله على يده. وأنا بأكد على نفس المصطلح، أي جريمة قتل بتبقى خلال ثواني بسيطة، بتبقى طعنة ضربة رصاصة، بتبقى خلال ثواني بسيطة، وممكن المتهم اللي قتل العمد يكون مش واعي أو يكون في لحظة عصبية أو يكون مش مدرك، وبيستخدم رجال القانون هذه الثغرة في تخفيف الحكم. لكن إن إنسان أو شخص يظل على هذا السرير لمدة 7 أيام بعد ما حصل على علاج أو دواء خاطئ غير مرخص به ودواء مجهول، ويظل يصارع المرض لدرجة إن الأمر يصل به إن هو ينزف دم ويرفض هذا الطبيب نقله إلى المستشفى خشية من أي مسألة قانونية، لدرجة إن السائق الخاص بي هو اللي يتدخل ويتصل بيه الإسعاف وينقله بليه بالقوة أو يدخل ويقوله لازم يتنقل المستشفى حالا. طبعا انفرد بالأستاذ وائل بشكل بسيط لأنه كان بيمنع السائق وبيمنع العاملين في المنزل إن هم يدخلوا المنزل إلا بإذنه هو. لكن الحقيقة احنا بنشكر كل السائق يعني الأصيل اللي تدخل في الوقت المناسب ونقل الأستاذ وائل إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف. احنا طبعا حاولنا نتكلم الطبيب نفسه عدة مرات، لكن قال انا ما اعرفش الأستاذ وائل، انا ما شفتش الأستاذ وائل، انا عمري ما قابلت الأستاذ وائل. طبعا ده كان حديثه معانا، والنهارده حاولنا نتكلم معاه تاني، ولا بعد التحقيق ان شاء الله هشوف يعمل ايه. لكن زي ما وعدنا حضراتكم احنا معانا شاهدة عيان على هذه الجريمة، وهي اتفضلي يا فندم. اهلا بيك في جرايد الوطن. احنا بس هنقف هنا بجوار المكان. انا طبعا حضرتك حضرت جزء بسيط في كل هذه الازمه وهذه المشكله، وهو ان بعد ما تم نقل الاستاذ وائل الى المستشفى حضرتك اول شخصيه دخلتي الى هذه الغرفه. طبعا انت انا فاكر نتحرك بس شويه عشان المرايه. انا فاكر ان حضرتك شفتي او زي ما وصفتلنا كان دي اوضه فرضناها غرفه عزل او تمام، يعني مفيش تدخين، لا كان مفيش مشكلة. في سجاير كتير. عايز بقى نعرف الطبيب الفيلسوف كان محول الاوضه دي لايه. هي انا مش عارفه اقول لحضرتك الوصف، بس بناء على ان احنا لما اول ناس دخلنا الاوضه دي لقينا كميه المحاليل متعلقه على شباك السرير كده بالخراطيم، والجوانتيات مرميه، وكوبايات الشاي والقهوه، وطفايات السجاير. ايوه انا عايز بس اقف عند نقطه طفايات السجاير. حضرتك وصفت لي وصف تحت، وصف تحت، وكان نفسي تكون الطفايه اللي كان مستخدمها الطبيب موجوده معانا. كانت السجاير قد ايه؟ كتير كتير. يعني البيت، بقيه البيت كان شكله عامل ازاي؟ مليان مليان طفايات سجاير في كل حته. يعني احنا بنتكلم على مريض عزل، المفروض ان هو الدخان ما يكونش موجود فيه. انا عايز اتقف بس جنب المكان اللي كان موجود فيه. حضرتك قلت ان المكان ده اللي هو بجوار سرير الاستاذ وائل كان مليان طفايات سجاير والكوبايات الشاي والقهوه، وهنا الخراطيم والمحاليل مع ان الاستاذ وائل كان مش مدخن. لا لا، استاذ وائل اللي اعرفه عنه ان هو مش مدخن. طب مين اللي كان بيشرب كل السجاير دي؟ ما اعرفش، بس هم تقريبا الدكتور والممرض اللي كانوا قاعدين معايا، ان استاذ وائل مش مدخن. يعني الدكتور، يعني هم كانوا بيدخنوا في الاوضه اللي موجود تمام. فيها في الاوضه وفي كل مكان في الفيلا موجود طفايات السجاير، موجود فيها كميه سجاير رهيبه. هم كانوا يعني كانوا موجود لوحده معاهم، ما كانش حد موجود لا، في البيت. ما كانش حد، كانوا مانعين بهاء السواق ان هو يخش. كانوا مانعين بقيه ان مانعين حد يخش ان هو عليه. انت قابلت الاستاذ وائل بعد كده، واكيد سمعت قصص وحكايات عن ازمته او تعرضه للازمه. اكتر شيء المك في الموضوع او اكتر موقف يعني عارف عصبك بشكل شخصي كده، لو انت ازاي تعمل كده؟ يعني هو انا مش متوقع ان طبيب ممكن يعمل اللي عمله ده. يعني هو طبعا استاذ وائل كان كويس وما كانش فيه اي حاجه، بس لما قعد معاه الـ7 ايام اللي قعدهم معاه او المده اللي كانت موجوده دي،
الدنيا باظت معايا يعني. احنا مش هنطيل على حضرتك اكتر من كده، نورتينا تمام، شكرا. لان طبعا بقيه المعلومات يمكن يعني بنحاول ناخدها من مصادرها الاولى علشان تكون سليمه وصحيحه علشان منع لاي مساءله قانونيه، نورتينا في جلاله شكرا. الوطن، شكرا. دي كانت بس حاولنا ندي لحضراتكم نبذه بسيطه جدا او تاكيد ازاي الطبيب كان بيشرب سجاير وبيدخن سجاير بهذا الشكل، هو الممرض الخاص بيه اللي طالب 10,000 جنيه او 3,000 جنيه في اليوم، كان ازاي بيدخن سجاير في غرفه بجوار مريض كورونا. خلوا حضراتكم على شيء والله هتفكروه ساخر، والله هتفكروا لما الاسره طلبت تعقيم هذا المنزل علشان يقدروا يرجعوا ويدخلوا فيه بعد شفاء الاستاذ وائل، هذا الطبيب قال لهم الكورونا بتخرج من الشباك، افتحوا الشبابيك، الموضوع مش محتاج تعقيم. ده كان طبيب. طبعا اقول لحضراتكم معلومه، ان الطبيب نفسه المتهم هو تخصص كبد وجهاز هضمي، ملوش اي علاقه ب علاج كورونا او له اي علاقه بامراض الصدر بشكل نهائي.